لمناقشات ملف غزة تنضم إلينا الدكتورة تمارا حداد الأكاديمية والباحثة السياسية في الشأن الفلسطيني عبر سكايب من رام الله. دكتورة تمارا، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. يعني فيما يتعلق بعملية القدس وعملية الأغوار، هل يفهم منهما بأنهما رسالة لإسرائيل من أن جبهة أخرى ستفتح ضدها في حال عادت لحربها على غزة؟ تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. بالفعل يعني هذه رسالة من المقاومة الفلسطينية، إما أن يكون هناك بالفعل الرضوخ إلى شروط المقاومة الفلسطينية، بالتحديد أن ملف الأسرى المدنيون تم الانتهاء منه، لكن هناك في مشكلة في ملف الأسرى العسكريون أو الجنود. يعني المقاومة الفلسطينية هي لديها شروط في هذا السياق، يعني وهو أهم هذا الشرط وقف إطلاق النار، وبالتحديد أن إسرائيل هي تقوم بمعادلة خبيثة، وهذه المعادلة لها علاقة بعملية إخراج 10 مقابل يوم واحد فقط من الهدنة الإنسانية، هذا بسياق 159 أسير إسرائيلي محتجز لدى المقاومة الفلسطينية سوف ينتهي خلال مدة أسبوعين. هذا يعني بعد عملية إخراج جميع الرهائن الأسرى الإسرائيليون سوف يكون هناك استئناف إطلاق النار. لكن المقاومة الفلسطينية هي تريد أن ترسل رسالة من خلال هذه العمليات الفردية والعمليات، إذا كانت إسرائيل تريد أن تنسحب من هذه الاتفاقيات الهدنة الإنسانية ولا تريد استئناف واقع الوقت إطلاق النار، فإنها سوف تقوم بعمليات داخل سياق الضفة الغربية، وبالتحديد أن الضفة الغربية ليس بمنأى عما يحدث في قطاع غزة، وهي تتسق تماما عما يحدث في قطاع غزة، والدليل أن ما زال حتى هذه اللحظة أن إسرائيل تقوم بعمليات اقتحاماتها وأيضا اتباع سياسة الاغتيالات والاعتقالات في الضفة الغربية. جاءت هذه العمليات ردة فعل طبيعي بسبب أن الاحتلال الصهيوني ما زال ينتهك الواقع الفلسطيني، حتى الأطفال والنساء والرجال يدخل هذه المناطق الغربية ويقوم عملية استخدام القوة التدميرية كما يحدث الآن في قطاع غزة. الآن بدأت العمليات الفردية، إن كانت هي سواء كان فصائلية منظمة أو غير منظمة، بدأت تخرج على أرض سياق الضفة الغربية، هذا إشارة أن واقع التصعيد سوف يكون. ولكن دكتورة تمارا، حماس تبنت هذه العملية، إذن كيف ستنعكس هاتان العمليتان التي تم تنفيذهما اليوم على استمرار الهدنة ومساعي تمديدها بعد تمديدها ليوم واحد إضافي؟ إذا تحدثنا بكل واقعية، لماذا حماس تقوم بهذا الصيغة؟ هي تريد أن تحسن شروط التفاوض، تريد أن تلزم إسرائيل بترسيخ هدنة حتى على مستوى ليس فقط هدنة إنسانية إنما وقت إطلاق النار، وتريد أن ترسخ واقع التفاوض بالتحديد في ملف الأسرى العسكريون، هذا الملف الذي يعتبر الورقة القوية بالنسبة لحركة حماس. هي تريد أن تحقق ضمانات وأثمان غالية، بالتحديد أن يكون هناك أسرى، يعني إخراج الأسرى العسكريون مقابل تبييض السجود ووقت إطلاق النار ضمن اتفاق مكتوب، يعني بمعنى ضمن سياق واقع مكتوب وليس ضمن التنصل بعد إخراج جميع الرهائن. يعني هي تعلم تماما أن المقاومة الفلسطينية أن إسرائيل دائما تتنصل من اتفاقياتها ومن هدنها حتى على مستوى الاتفاقيات التي تبرم ضمن سياق الجهود القطرية أو المصرية أو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما زالت حتى هذه اللحظة هناك على ما يبدو أن إسرائيل هي تريد أن تنسحب من هذه الاتفاقية وتريد أن استئناف إطلاق النار، والدليل أن يوم أمس أشار نتنياهو والمستوى أيضا الأمني والعسكري سوف نقوم باستئناف إطلاق النار وسوف ننتقل من منطقة الشمال إلى منطقة الجنوب، لكن هناك في اختلاف بين الإدارة الإسرائيلية والأمريكية، رغم أن الطرفين يتفقان على استئناف إطلاق النار، لكن الطرف الأمريكي يريد إبعاد الواقع المدني وإدخال المساعدة حتى لو كان هناك استئناف. على ذكر الطرف الأمريكي دكتورة تمارا، هل بتقديرك وفيما يتعلق بزيارة بلينكين الآن إلى تل أبيب، هل سينجح بلينكين في إقناع القيادة الإسرائيلية تمديد الهدنة، أم أن بلينكين يحمل أجندة أخرى غير المعلنة؟ على ما يبدو أن حتى هذه اللحظة أن الواقع الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لاستئناف إطلاق النار، رغم أن حاجة بايدن إلى عملية الهدنة الإنسانية الممتدة، ولكن ليس لها علاقة بوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هذا يعني نهايته تسوية سياسية، تسوية شاملة، أن يكون هناك وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات دون شروط، إخراج الأسرى الفلسطينيين من السجون المعتقلات الإسرائيلية، أيضا فك الحصار الكلي. هم معنيون تماما بهدن إنسانية لعملية إخراج الرهائن ثم يتم استئناف إطلاق، هذا يعني تحايل على المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تعلم تماما هذه النقطة، أن هناك في خدعة في هذه الأمر وهناك تحايل،
لذلك الولايات المتحدة الأمريكية عندما تأتي وبالتحديد وزير الخارجية أنتون بليك ما زال مخطط التهجير قائما، والدليل أن الكونغرس الأمريكي وضع مشروعا في سياق عدم تقديم المساعدات الأمريكية للدول، والتحديد سمت هذه الدول وهي من ضمنها العراق، اليمن، الأردن، مصر، بأن يتم وقف المساعدات الأمريكية مقابل استقبال اللاجئين الفلسطينيين الذين سوف يتم تهجيرهم بعد استئناف إطلاق النار في قطاع غزة، ثم انتقالهم بالتهجير القسري كما حدث انتقالهم بالتهجير القسري من منطقة الشمال إلى منطقة الجنوب. الآن بدأت المنطقة الجنوبية والتحديد منطقة خان يونس تتواجد فيها قنبلة كثافة سكانية عالية، وبالتحديد بعد استقبال النازحين من الشمال إلى الجنوب بدأت هذه منطقة خان يونس تتواجد فيها أكثر من 2 مليون يعني إنسان مدني فلسطيني. لذلك إذا استئنفت إطلاق النار أين سوف يذهب المدنيين الفلسطينيين؟ لذلك رسالة وزارة أنتون بلينكن هي معروفة، كما قبلها تم التواصل مع الدول العربية بعملية استقبال اللاجئين الفلسطينيين على ما يبدو هي جاء من أجل أيضا إرسال هذه الرسالة. طالما أن الكونغرس وضع هذا المشروع، هذا إشارة أن مخطط التهجير ما زال قائما في سياق الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الكيان الإسرائيلي، هذا إشارة أن عملية استئناف إطلاق النار لن تكون سابقتها، سوف تكون أكثر ضراوة وأكثر شراسة على المدنيين وعلى البنية التحتية وعلى المستشفيات. لذلك المقاومة تعلم في هذه النقطة. الآن بدأت العمليات الفردية في الضفة الغربية في منطقة القدس حتى تشير وترسل رسالة أن الشعب الفلسطيني لن يتهجر، وأن عملية إخراج الأسرى الإسرائيليين العسكريون مقابل شروط وأثمان غالية. طيب دكتورة، فيما يتعلق بعملية القدس، هنالك تصريحات إسرائيلية تتحدث عن أن منفذي الهجوم هما أسيران سابقان ينتميان لحماس، كيف سيؤثر ذلك في الأسرى المفرج عنهم مؤخرا؟ نعم هذا صحيح، سوف يتم إعادة اعتقالهم. هناك أكثر من سياسة تقوم إسرائيل بالتحديد في صفقة شاليط، عندما تم إخراج شاليط مقابل 1000 أسير تم اعتقال جميع الأسرى المحررين. هذا طبعا سوف ينعكس عليهم سلبا، ليس بالإيجاب، لكن هي حماس تريد أن ترسل رسالة نحن موجودون، نحن سوف نستطيع أن نرسخ شروط، لكن كل ذلك ينعكس سلبيا على الأسرى المحررون، سوف إعادة اعتقالهم، إعادة اغتيالهم، إعادة إبعادهم عن المنطقة، بالتحديد الأسرى المحررون من المنطقة بالداخل المحتل سوف يتعاملون بطريقة مختلفة عن التعامل مع الذين لهم في سياق الهوية الفلسطينية. وبالتحديد كما تم الإشارة أن عملية خروجهم في المناطق المحتلة سوف يتم إما إعادة اعتقالهم، إما عملية اغتيالهم، أو إما إبعادهم عن المنطقة التي يتواجدون فيها. صحيح أن هناك نقاط سلبية وهناك نقاط أخرى، على الأقل بل يعني على الأقل عفوا أن يكون هناك تحسين شروط التفاوض ما بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، لكن الحل الوحيد هنا أنا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تعي تماما أن واقع عملية أن يكون هناك العنف مقابل واقع رد فعل من الفلسطينيين سوف يولد هذا الصراع إلى أكثر دوامة، دوامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس فقط في قطاع غزة وإن الضفة الغربية، على ما يبدو أن الضفة الغربية على شفا من عملية بوادر الانتفاضة نتيجة الاقتحامات التي تحدث يوميا، وهذا إشارة أن العمليات الفردية أيضا سوف تنعكس على ازدياد هذا الصراع. وإن كان الهدف نية المقاومة تحسين شروط التفاوض، لكن إسرائيل بعقليته الأمنية والإسرائيلية هذا سوف يودي أن يكون نتائج سلبية أكثر. والدليل أن نتنياهو أشار اليوم للمستوطنين عليكم أن تمسكوا السلاح الفردي للمستوطنين، هذا إشارة انعكاسها السلبي على واقع المدنيين في الضفة الغربية. نعم دكتورة تمارا حداد الأكاديمية والباحثة السياسية في الشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من رام الله.